السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذه السلسلة راح نشرح مساق Chemical Engineering Thermodynamics، أو مثل ما هي معروفة في القسم Thermo 2. المادة بتبدأ بالشابتر 4 اللي هي Heat Effects، ولكن أنا راح أبدأ شرح من شابتر 6 لأنه شابتر 4 أصلا يعني الدكتور بركز عليه كثير ومواضيعه يعني مكررة من مادة البرنسبلز اللي هي الـ Energy Balance على الرياكتيف سيستم تحديدا، فما فيهوش كثير معلومات جديدة للشابتر. ولكن كتاب سميث اللي هو الـ Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics يعني بيحل بطريقة بتختلف شوي عن الطريقة المحلول عليها في كتاب فيلدر اللي هو معتمد في تدريس مساق الـ Principles of Chemical Engineering في قسم الهندسة الكيميائية، ولكن يعني نقدر نحل نفس الأسئلة على الطرق اللي تعلمناها سابقا في مساق الـ Principles. بالنسبة لهاي الفيديوهات راح تبدأ من Chapter 6 Thermodynamics Properties of Fluid of Fluids. تمام، الشابتر هو هذا يعني بداية المادة، وفعليا هو تقريبا يعني أكثر شابتر بيحتاج مجهود في المادة بسبب إنه خلفيته نظرية جدا، يعني كله عبارة عن اشتقاقات ومعادلات، فبتحتاج كل الأشياء اللي راح نعملها في المقاطع هاي، وحتى إن شفتها سهلة بتحتاج تكررها مرة ومرتين وثلاث على الورق لغاية ما تتمكن منها، لأنه الاشتقاقات في هاي المادة يعني الدكتور بيجيب أسئلة عليها في الامتحان. ولكن عشان تفهم انت ليش بتدرس تيرم 2 لازم تكون فاهم الخلفية النظرية لهي المواضيع، يعني لازم الاشتقاقات كلياتها تكون متمكن منها عشان تتمكن انك تزبط بالامتحانات، بس الاهم كمان عشان تتمكن انه تفهم الهدف من هاي المادة. المادة نظرية ولكنها مهمة، يعني المواضيع على قدام، يعني شابتر 6 وشابتر 10 راح يكون شغل نظري كليا، تمام، بعدين في الشابترات اللي بعديها مثل 13 و14 راح نطبق استخدام هاي الأشياء اللي اشتقيناها. فبالتالي لازم تبذل مجهود على الشابترات 6 و10 تحديدا، يعني لأنهم كثير فيهم خلفية نظرية، لحتى تتمكن إنك تفهم باقي المادة بسهولة وما تستصعبها. وبسم الله نبدأ. طيب، أول موضوع في المساق بيتكلم عن Property Relations for Homogeneous Phases. فالبروبرتي معناها خاصية، ريليشنز علاقات، فاحنا في هذا الموضوع راح ندرس شوية علاقات تربط لي الخواص بعضها ببعض، الخصائص تبعية الموائع يعني الفلويد بروبرتيز للهوموجينيوس فيزز، وبنعرف الفرق بين الهوموجينيوس والهيتروجينيوس. فهسه نشوف شو بدنا نعمل. بداية خلينا نفرض انه بنتعامل مع ريفرسبل بروسيس. بنعرف تعريف الريفرسبل من الثيرمون، ونوع السيستم اللي بندرس حاليا هو closed system، تمام، مع اهمال الكاينتيك والبوتنشال انرجي والبالانس ما فيه انرجي جنريشن. فلو بدنا نكتب الفورم تبعيه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بنكتبها كالتالي: q بلس w ايكوالز دلتا يو، بما انه closed system، زائد كاينتيك، زائد دلتا بوتنشال. وحكى لي نيجليجبل، فبالتالي هذول التيرمز راح يروحوا، ف q plus w equals delta u. طيب اذا بدي اكتب نفس المعادله ولكن بديفرنشال فورم على شكل مشتقه، فراح نكتبها بهذا الشكل: du تساوي dq زائد dw، بس الفرق انه يعني بدل ما احط التوتال اللي هي ال q كامله وال w كامله كتبتها بشكل ديفرنشال، والريف هاي اختصار لريفرسبل لانه العمليه اللي بنتعامل معها ريفرسبل بروسيس. طيب شو الان اللي هون، يعني ليش صارت دي ان يو؟ في كتاب سميث اللي هو المعتمد في هاي الماده، الحروف الكابيتال يو مثلا، اتش اللي هي الانثالبي، الفوليوم كابيتال مثلا، هاي كلها مولر بروبرتيز، يعني اليونت تبعيتها بتكون مثلا اليونت للانثالبي والانترنال انرجي بتكون كيلو جول، صح، او جول، اي وحده انرجي بير مول، يعني خلص بس تشوف حرف كابيتال فهي مولر بروبرتي. الفوليوم مثلا متر كيوب، فهي عبارة يعني بس تشوف الكتاب في كابيتال فهي عبارة عن متر كيوب بير مول. فهون ضربنا بالان، يعني ضربنا بعدد المولات عشان نشطب المول هاي فقط لا غير، هاي سبب وجود الان داخل الدفرنشال. طيب بنعرف انه للريفرسبل بروسيس برضه الدي يو البي في ورك برضو بنعرفه من الثيرمون، الدي دبليو ريفرسبل تساوي ماينس البريشر في دي ان في. ليش الان مره ثانيه؟ لانه الفي كابيتال بتدل على مولر بروبرتي،
عشان اخليها فوليوم ضربتها بعدد المولات، تمام. والماينس ساين بنعرف عشان اذا كان الفرق سالب منها، اللي هي الساين كونفنشن الخاصه بالورك. دي كيو من السكند لو اوف ثيرموداينامكس بنعرف انها دي كيو ريفرسبل تساوي تي دي اس، يعني احنا اخذنا انه الانتروبي تساوي الكيو على التي. فجرب اكتبها بديفرنشال فورم، دي اس تساوي دي كيو على تي، تمام. فهي يعني جبنا المعادله من هذا المبدا. والان برضه نفس الشيء لانه الاس كابيتال عباره عن مولار بروبرتي، هاي كاتبينها هون، تمام. فصار عندي معادله جبتها من الفيرست لو وعلاقات من السكند لو. شو بدي اعمل هسه؟ مكان الدي كيو بالقانون الاول بدي احط هاي، احط هاي مكانها، ومكان الدي دبليو بدي احط التعريف تبع البي في وورك، تمام، داخل هاي المعادله. فبتصفي المعادله عندي بهذا الشكل، دي ان يو تساوي تي دي ان اس ماينس بي دي ان بي. مره ثانيه، مكان الدي كيو ريفرسبل حطيت تي دي اس، تي دي ان اس، مكان الدي دبليو حطيت ماينس بي دي ان بي. بس هذا مصدر المعادلة التالية. طيب المعادلة التالية بتحتوي على الانترنال انرجي، بتحتوي على التمبرتشر، بتحتوي على البريشر والفوليوم، بالاضافة انها بتحتوي على الانتروبي. وهذول الباكج اللي قدامكم اللي هي الخمس بروبرتي، هذول يسموا البرايمري بروبرتيز، الخصائص الاساسية، تمام. فمكان يعني مصدر هاي العلاقة المكتوبة قدامكم هون جاي من الفيرست لو والسكند لو اوف ثيرموداينامكس. وبرضه هاي العلاقة اللي قدامنا بتحتوي على كل البرايمري بروبرتيز اللي هي البريشر فوليوم تمبرتشر بي في تي والانترنال انرجي والانتروبي. بس هون عرفنا كيف اشتقينا هاي العلاقة واللي بتحتوي على كل البرايمري بروبرتيز. طيب في شوية خصائص يسموا الديفايند بروبرتيز، يعني معرفين احنا عرفناهم، مثل الانثالبي مثلا سابقا تكلمنا عنها، هي عبارة عن الانترنال انرجي بلس الفلو وورك اللي هي البي في وورك. طيب في تعريفين جداد، الهيلمهولتز انرجي والجيبس انرجي. والجيبس اهم، الجيبس يعني ضروري نضل متذكرينه. الانثالبي عبارة عن يو بلس بي في بنعرفها سابقا، الهيلمهولتز اللي هي الانترنال انرجي ماينس تي اس، تمام. ففي حالة الجيبس انرجي هي عبارة عن الانثالبي ماينس تي اس، او الانترنال انرجي بلس الفلو وورك ماينس تي اس. هاي تعريف، لما تشوف الاشاره هاي الشكل مساواه ولكن ثلاث شحطات، هاي عباره عن ديفينيشن، فمش اشتقاق يعني، هاي معرفه زي هيك، هاي خاصية. طيب ف المعادله التاليه دي ان يو، نلاحظ انها للانترنال انرجي مكتوبه بهذا الفورم الديفرنشال فورم. فاحنا شو بدنا نعمل حاليا؟ بدنا نكتب معادله للانثالبي، ومعادلة للهيلمهولتز انرجي، ومعادلة للجيبس انرجي، تمام، بنفس شكل المعادلة اللي في السلايد السابق، يعني بشكل ديفرنشال فورم. خلينا نشوف كيف. خلينا نبدأ بالانثالبي مثلا. فلو بدأنا بالانثالبي ضربنا بان، لأني تكلمت سابقا انه هذول عبارة عن مولار بروبرتيز، فإذا بدي أكتبهم بالصورة الكاملة التوتال لازم أضرب في عدد المولات. فان اتش تساوي ان يو بلس بي ان في. البريشر والتمبرتشر مش مولار يعني، بس خلص بريشر، عشان هيك ما فيش ان تنضربها. طيب اذا بدنا نشتق هاي المعادله، بدنا نشتق هاي المعادله، هو اشتقها ولكن خلينا نجرب احنا نشتقها. دي ان اتش، اشتقيت الطرف هذا، تساوي دي ان يو، تمام، زائد هون بلاحظ ان عندي تو تيرمز، بالتالي مشتق الضرب الاول بي، المشتق الثاني دي ان في، تمام، زائد ثاني في مشتقة الاول اللي هو الان في في دي بي. بس هاي المعادلة. طيب شو بدنا نعدل هسه؟ حاليا بس مكان هذا التيرم اللي هو دي ان يو، شو بدنا نحط مكانه؟ بدنا نحط مكانه اللي كتبناه سابقا في السلايد السابق اللي هو تي دي اس، تي دي ان اس ماينس بي دي ان في. بس بدي اشطب الدي ان يو واحط مكان هذا. طيب شو نلاحظ عندي هون؟ انه الماينس بي دي ان في مع البي دي ان في شطبوا بعض، هاي شطبت مع هاي، تمام.
ضل عندي تي دي ان اس بلس ان في دي بي. هذا اللي عملناه. صفت عندي معادلة الـ DNH عبارة عن TDNS plus NVDB. خلينا نعيد مرة ثانية. عندي الـ DNH تساوي DNU زائد مشتق الضرب، الأول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، تمام؟ ولكن حسب التعريف السابق في السلايد السابق عرفنا الـ DNU عبارة عن TDNS minus PDNV، فراح أروح أشطب على الـ DNU اللي هون وأحط مكانها هذا الترم، صارت معي المعادلة بهذا الشكل. لاحظت هذول متشابهين فراح يشطبوا بعض، بالتالي بتصفي الـ DNH تساوي TDNS minus قصدي plus NVDB، وهي المعادلة الثانية اللي معي اللي هي DNH تساوي TDNS plus NVDB. طيب كتبنا واحدة للإنترنال إنرجي في التعريف، وكتبنا واحدة للإنثالبي، ظل عندي جبس وظل عندي الهيلمهولتز. فهسا المفروض إنه إذا بنعمل نفس البروسيجر هاي هذول التو بروبرتيز يطلع معي معادلات خاصة بالجبس وبالهيلمهولتز. ومهم جدا يعني تكرروا الخطوات هاي بإيدكم، يعني المادة هون في الاشتقاقات يعني أي حركة بنعملها مجرد إنك تتفرج على الاشتقاق عمرك ما راح تعرف تكرره في امتحان أو إذا جاك اشتق بشكل أو بآخر في الامتحانات يعني. فلازم كل الاشتقاقات هاي تجرب تعيدها بإيدك وتتأكد إنه بيطلع معك نفس الفاينل أنسر. طيب هسا مطلوب منكم تعملوها للجبس ولا الهيلمهولتز، بس خليني أجرب أعملها للجبس. أنا مثلا حسب التعريف قلنا جيبس شو تساوي؟ تساوي H minus TS. طيب لو قلنا NG تساوي NH minus NTS، طيب إذا جيت أشتق هاي العلاقة شو راح يصير معي؟ يصير معي DNG تساوي DNH minus افتح قوس مشتق الضرب، الأول في مشتقة الثاني، يعني هاي هون المفروض مكتوبها بهذا الشكل تي في ان اس، فالاول تي دي ان اس اول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول زائد ان اس في الدي تي. طيب هسا شو بدنا نعمل؟ بس مكان الدي ان اتش تيرم نحط المعادلة اللي طلعت معي في السلايد السابقة نفس الاشي، فرح بعد الاشتقاق هاد تطلع معي علاقة الـ DNA والـ DNH بهذا الشكل والـ DNG بهذا الشكل. فتأكدوا تجربوا الاشتقاق كامل بإيدكم وتتأكدوا ان الجواب النهائي لازم يطلع زيها عشان تكون فاهم كيف اشتقينا الـ Primary Properties. طيب شو بدنا نعمل حاليا؟ بس بدنا ناخذ Bases اللي هو 1 mole of pure homogeneous material. 1 مول شو يعني 1 مول؟ يعني مكان كل ان هون بدي اعوض واحد هون وهون وفي المعادلتين السابقات كمان. فاللي راح يصير معي ببساطه انه المعادلات راح تتحول لهذا الشكل، دي ان يو صارت دي يو تساوي تي دي، كان في ان هون راحت تي دي اس ماينس بي دي في، بحاله الانثالبي دي اتش تساوي تي دي اس بلس في دي في، بحاله الهيلمهولتز راح تصير ماينس بي دي في ماينس اس دي تي، بحاله الجبس DG equals VDB minus SDT. طيب هاي الشغلات حفظ صراحة يفضل تحفظوا المعادلات هاي لأنه راح تتكرر جدا في اشتقاقات المادة، خصوصا موضوع الجبس. الجبس وهذول الأساسيات يعني الانترنال انرجي والانثالبي كثير راح يتكرروا، بس موضوع الهيلمهولتز يعني مش كثير راح نركز عليه في المساق لأنه غالبا احنا بندرس عفوا الجبس فري انرجي. تالي المعادلات هاي يفضل نعرف كيف نشتقها ويفضل نعرف كيف نحفظها، وتسمى Fundamental Property Relations. هذول المعادلات الأربعة تسمى Fundamental Property Relations.